مرحبا. مع التمرين المتعلق بالمتتاليات، أنا نستمرين نعتبر المتتالية العددية في إن لكل إن أكبر يساوي واحد، معروفة بما يلي: إن كتساوي لراسين إن يام ديال جوج إن فاكتوريال على إن فاكتوريال مضروبة في إن أس إن، مهما يكون إن من إن توال. السؤال الأول بين أن مهما يكون إن من إن توال، فإن إلين يو إن يساوي أن واحد على إن مضروبة في مجموع ديال سيجما من إي كيساوي واحد سال إن ديال إلين واحد زائد إي سيغ إن. الو، السؤال الاول، لا مثلا هذا الفاريابل نسميه ك ك سيغ ان. الو، مهما يكون ان كينتمي ل ان اطوال، لدينا ln يو ان فهو كيساوي لنا ln ديال لا راسين ان يام ديال اثنان ان فاكتوريال على ان فاكتوريال مضروبة في ان اس ان. اذا كتساوي لنا واحد على ان ln ديال هذا التعبير. اذا هنا اثنان ان فاكتوريال، فيمكن نكتبها على هذا الشكل، هي ان زائد ان مضروبة في ان زائد ان موان زان مضروبة في ان زائد ان موان دو، وهكذا جوسكا ان مضروبة في ان زائد واحد مضروبة في ان فاكتوريال على ان فاكتوريال مضروبة في ان اس ان. اذا كتساوي لنا واحد على ان ln. اذا هنا نختزل بان فاكتوريال ان فاكتوريال، وهذه يمكننا ان نبداو بهذا ان زائد واحد من هنا، ان زائد واحد مضروبة في ان زائد اثنان مضروبة، وهكذا جيسكا ما غادي يكون ان زائد ان موان زان مضروبة في ان زائد ان على هاد ان اس عفوا نختزل بان فاكتوريال ان، غيبقى عندنا ان اس ان. هاد ان فاكتوريال نختزل به. اذا هاد ان اس ان يمكن نكتبوه ان مضروبة في 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 ان اون فوا، الو ان اون فاكتور. الوغ كتساوي لنا واحد على ان ln. الوغ ln نفرقوها بما انها كتحول جدا الى مجموع، ln ان زائد واحد سيغ ان زائد ln ان زائد اثنان سيغ ان زائد، وهكذا جيسكا ln ان زائد ان سيغ ان. اذا كتساوي لنا واحد على ان مضروبة ln واحد زائد واحد على ان زائد ln واحد زائد اثنان على ان زائد، وهكذا انا غادي يكون عندنا ln واحد زائد ان سيغ ان. اذا كتساوي لنا واحد على ان مضروبة في مجموع ديال سيجما من كا كيساوي واحد جوسكا ان ديال ln واحد زائد كا، بما ان هذا كيتغير مرة كيكون عندنا واحد اثنان كذا، جوسكا ان ديال كا سيغ ان. اذا بالتالي كنكونو عجبنا المطلوب. ننتقل للسؤال الموالي. اذا باين ان ليميت لما ان او زائد ما لا نهايه ديال اي ان كتساوي لنا 4 مضروبه في او اس موان ز، دونك نستعنوا بعد النتيجه اللي وصلنا لها. اذا كتبنا وجدنا ان مهما يكون ان كينتمي ل ان اطوال، وجدنا ان ال ان يو ان فهي كتساوي لنا 1 على ان مضروبه في مجموع ديال سيجما من كا كيساوي 1 جوسكا ان ديال 1 زائد كا سيغ ان. إذا هذه مكتوبة لنا على شكل مجموعة ديال ريمان.
حيث أن هنا عندنا واحد ناقص صفر على إن مضروبة في مجموعة ديال سيجما من كا كيساوي واحد جوسكا إن ديال زارو زائد واحد زائد ك مضروبة في واحد ناقص زارو سيغ إن. إذا مكتوبة على شكل بي ناقص أ على إن مضروبة في مجموعة ديال سيجما من كا كيساوي واحد جوسكا إن ديال اف دو ا زائد ك مضروبة في بي موانزا سيغ إن. إذا هذه المتتالية متقاربة والنهاية ديالها حيث هنا أو نشير إلى أن بي في هذه الحالة هو واحد، بي كيساوي واحد و أ كيساوي زيرو. إذا هذه متقاربة والنهاية ديالها هي التكامل الآتي، حيث نعتبر الدالة اللي كتربط لنا إكس بإلين واحد زائد إكس. إذا هذه الدالة متصلة على المجال زيرو أ، ومنه فهي كتقبل الدالة الأصلية على هذا المجال. إذا بالتالي فالليميت لما ان يؤول زائد ما لا نهاية ديال ln يو ان فهو كيساوي لنا هذا التكامل هذا من زيرو لواحد ديال ln واحد زائد اكس دي اكس. اذا نحسبوا هذا التكامل هذا، اذا نستعمل مكامل بالاجزاء سنجد انه يساوي لنا اذا اكس زائد واحد ضروبة ln اكس زائد واحد ناقص اكس، اذا من زيرو لواحد. اذا كيساوي لنا اثنان ln دو بعد التعويض ناقص واحد، اذا هذا ln يو ان. اذا هذه قيمة التكامل، بالتالي ف ln يو ان فهو كيساوي لنا لوغ ليميت لما ان يؤول زائد ما لا نهاية، ليميت لما ان يعود زائد ما لا نهاية ديال يو ان فهو كيساوي لنا ندخلو ليكسبونونسيال على التعبير او اس ln ربعة موانزا. اذا كتساوي لنا او ln ربعة هي ربعة مضروبة في او اس موانزا. بذلك كنكونو بينا ان النهاية عند زائد ما لا نهاية ديال اي ان كيساوي لنا 4 مضروبة في او اس موانزا. شكرا على المتابعة وإلى تمرين آخر.